الحقيقة. أنا مش عايز منك غير إنك تقولي الحقيقة. الحقيقة وبس. زي ما سينا قالت لسعادتك يا باشا. سينا. تهبل يا واد. هي مش سينا دي اللي أنت طلقتها. محدش كان عارف لها طريق. أيوة محدش كان عارف لها طريق بس لقيتوها في بيت كريمة يعني. أنا مش عايز لف ودوران. أنا عايز كلام واضح ومفهوم. ولا أنت مش عايز تطلع من هنا؟ هيقول لك إيه؟ يكذب يعني؟ أنا اللي قلت له خد الوقت. أيوة أنا اللي قلت له خده بعده عن بيت عبد الحكيم. كنت عاوزة بالك يفضل طول الوقت معاي. كنت فاكرة إن الواد لما يتخطف هتبقى جاري وتاخدني في حضنك وتقول يا عيني مسكينة اتبهدلت معايا كتير، وبعدين لما أحس إني اتملكت من قلبك أرجعه. يعني كريمة كلامها صح؟ أيوة صح، كلام كريمة صح. هي كريمة عمرها تقول حاجة كدبة أبدا. أمي كان عندها حق لما قالت إنك واطية وملكيش أصل، إن كل اللي يهمك إنك تلبى دي في حضن عيلة تلمك. وليه ما تقولش إني حبيتك يا حسن؟ ليه ما قلتش إني كان عندي استعداد أعمل أي حاجة عشان أبقى جارك؟ بس هقول إيه؟ عيلة عبد الحكيم ما تعرفش غير قسوة القلب. عايز تموتني وتحاسبني على اللي أنا عملته؟ أنا قدامك أهو، موتني. عبد الحكيم أمه ماتت. دي فاهمة مفيدة؟ أنا عمري ما حسيت إني عايشة غير الكام شهر اللي كنا فيهم قريبين قوي من بعض. قبل ما مروان يقول لك سقطتها واخلص منها، قبل كده كنت ميتة، وبعدها ميتة برضو يا حسن. اخفوا من قدامي. يلا. ما كنتش عارف انك بتحبيني قوي كده يا مفيدة، بس انت طلعتي بت بميت راجل اقسم بالله. البت سينا دي لازم تدخل السجن. سجن؟ ده انا همسح بكرامتها البلد قبل ما تخش السجن. انت الكلب. انت لازم تعرف ان احنا طول ما رقبتنا تحت رجلين الخلق هنفضل خدامين وعبيد. عبيد؟ انت مستهزئه بالعبيد يا بت. العبيد دول هم اللي مدورين الدنيا كلها من ورا الستاره، ويوم ما الدنيا تتهدى على اللي فيها هم اللي يعني غلابه ومظلومين. مالهم؟ لا افهم. ماشي، طالما قررت تفهمي وسلمت دماغك لصوفة يبقى تسمعي وتفهمي كل اللي اقولك عليه. لا بطلت. هتسمعي وتفهمي غصب عنك يا مفيدة. يلا. نادية خير يا حبيبتي؟ في ايه؟ ايه اللي جابك هنا دلوقتي؟ ايه اللي جابني؟ انت واخداش بالك ولا ايه؟ ده بيتي وانتوا ضيوف عندي. قصدك يعني بتطرديني من بيت اخويا؟ حاضر يا حبيبتي، هطلع الم هدومي وامشي. لا يا عمتي ما قصديش. يا ستي والله قصدك هيحصل ايه يعني؟ ما انت دايما بتعكي.